مو لو تقلبين البرواز، لو تقلبين الكرة الأرضية بكبرها عصام مولج. الثقة الزايدة لها نتائج عكسية. علمي نفسك حبيبتي، عصام مو هني ومو راد، شو مقعدة في المكتبة؟ ودام انه ما هو راد، ايش حقه جاية؟ فاضية وما عندك شيء تسوينه غير انك تراقبينه. يايا اخذ هذا لاني ابي ضروري. شفتي شلون؟ عصام فضل انه يتصل على زوجته ويعنيها عشان ملف. وبالمقابل ما فكر او ما حب انه يتصل على بنت عمه اللي معاه بنفس الدوام وساكنه معاه بنفس العماره. عرفتي ولا ما عرفتي؟ قبل كم شهر سويت تقرير حق القناة عن لوحة اسمها الصرخة، انباقت بأوزلو النرويج، واللي باقوها حطوا ملاحظة حق الشرطة شكراً على ضعف الجهاز الأمني. تدرين اليوم تقريري عن شنو؟ قبضوا على الحرامية واللوحة ردت مكانها. زين، شنو المغزى من هالسالفة؟ حتى لو أسهل ألها أغلط أو الأمن ببيتي سيء، عمرك ما راح تقدرين تبوقين منه شيء. ولو فكرتي تبوقين بتخسرين بخبائك. إلا مكانك عندي ما يرد.